دايخه وبترجعي يبقى مبروك المدام حامل، خبر جميل وبالذات لو في انتظاره. اما بقى لو مش في انتظاره فرضي بقضاء الله، لان نفسيتك بتاثر عليكي وبتاثر على البيبي سواء بالسلب او بالايجاب، فخليكي حريصه انها تبقى في العلاج. اعراض الحمل بتختلف من ست للتانيه، ممكن تكون عند واحده شديده من اولها لاخرها، وممكن تكون عند واحده متوسطه، وممكن كمان تكون خفيفه، وبعض الستات ما بتحسش باي اعراض للحمل. كمان اعراض الحمل بتختلف على حسب الهرمونات من طفل لطفل زي ما بتختلف من ست لست. عموما أول 3 شهور في الحمل في أعراض عامة بتحصل عند معظم الستات، زي مثلا الدوخة والقيء المتكرر وقلبة أو غمة النفس اللي بتبقى موجودة عندها في أول 3 شهور، واللي بتبدأ تقل تدريجيا عند دخول الشهر الرابع. ممكن كمان تحس إن أنت مش طايقة البيت، أو مش عايزة تشوفي زوجك، أو مش طايقة ريحته، ودي كلها أعراض طبيعية بتختفي مع الوقت وبتختلف كمان من ست لست. على عكس اللي بيتقال كل كتير عشان أنت بتاكلي الاتنين، أنت مش محتاجة تاكلي كتير. اللي ممكن تلاقيه محتاجاه بشكل اكبر هو انك تنامي لساعات اطول، وده لانه بيأثر عليكي بشكل ايجابي، وبيأثر كمان على زيادة وزن البيبي والنمو بشكل صحيح، فالنوم هو اللي بيدي زيادة لوزن البيبي اكتر منه في الاكل. اول 3 شهور في الحمل بيزيد حجم البيبي بعد ما كان في اول الحمل وفي اول اسبوع قد بذرة الفلفلة، لحد ما يوصل في نهاية الشهر الثالث انه يبقى قد ثمرة المشمش. اول شهر في حياة جنينك بيتكون فيه حاجات مهمة زي اول جزء من العمود الفقري وبداية الحبل السري وجزء كبير من المشيمة. اما بقى في الشهر الثاني فبيبدأ يتكون القلب والايدين والرجلين والضوافر وتجويف العين وتجويف الانف والاذن. اما الشهر الثالث فبيتكون فيه تجويف الاسنان والجفون بتبدأ تظهر. كمان في الشهر الثالث تقدري تسمعي دقات قلب جنينك، وما تقلقيش لو لقيتيها سريعة شوية او كتيرة، لان دقات قلب الجنين او الطفل الصغير بشكل عام بتبقى ضعف دقات قلب الشخص الكبير. من الاسبوع التاسع في حملك او الاسبوع العاشر تقدري تروحي للدكتور، ومهم هنا تختاري الدكتور او الدكتورة اللي هتريحك واللي هتقدر تجاوبك على كل اسئلتك، بالذات لو حملك مقلق شوية او حملك لاول مرة، عشان تاخدي معلومات مستفيضة وتبقي مطمنة طول فترة حملك، وكمان عشان تقدري تكملي معاه في فترة الولادة، فاختاري الدكتور او الدكتورة بتأني. فأول زيارة للدكتور لو حملك في الشهر الثالث غالبا هيطلب منك بعض التحاليل، مهم ما تستهينيش بيها وتعمليها، لان فيها تحليل دم مهم جدا بيحدد ان كان دمك مناسب لدم طفلك ولا لا، واللي عليه بيحصل عند بعض الستات لو استهانت بيه او ما عملتش التحليل ده ان الطفل يموت لا قدر الله بعد ولادته، ففي الحالة دي هتحتاجي تاخدي حقنة الدكتور هيقولك عليها. في الشهر الثالث من حملك تقدري تعملي كمان أشعة الفور دي اللي بتحدد إن كان هيبقى الطفل ده إن شاء الله سليم بإذن الله، أو في عنده بعض الإعاقات، وده من خلال العمود الفقري أو جزء منه بيبان فيه، فعلشان لو لا قدر الله في أي حاجة في الطفل تبقي على استعداد وتبقي راضية بقضاء الله وعارفة أنتي مقبلة على إيه من الأول، وده بيسهل عليك كتير بعد. عشان كده أول فترة في حملك فترة مهمة جدا جدا لازم تاخدي بالك فيها من صحتك، ودي البداية لطفل سليم معافى ببعض الخطوات. أولها انك لو كنتي من المدخنين تقلقي تماما عن التدخين، ولو في عندك حد بيدخن تدخين سلبي في البيت فيفضل ان هو كمان يمتنع عنه، زي لو مثلا الاب او حد قريب منك قاعد معاكي فترات طويلة في البيت، او تتجنبي الوعيد في المكان اللي هو موجود فيه، وده لانه بيأثر على تكوين الرحم عندك، وبيأثر على تجويف الرحم، وبيدخله كتير من الغازات اللي بتتسبب في مشاكل كتيرة للطفل بعد كده، زي انه يصاب بالربو او أزمة في التنفس أو حتى أزمة قلبية. التدخين كمان بيأثر على الجهاز التنفسي الخاص بالطفل، وبيأثر كمان على وزن الطفل، وممكن يؤدي أن الطفل يتولد وزنه ضعيف جدا، وبالتالي يحصل عنده مشاكل كتير بعد الولادة. والتدخين السلبي مضره زيها زي التدخين بتاع الأم نفسه. خليكي حريصة أن أكلك يبقى صحي ومغذي عشان تستفيدي بيه بشكل كويس في بداية حملك، وجنينك كمان ما يأثرش عليكي بالسلب، وتغذيته كمان تبقى تغذية كويسة. من الرياضات كمان كويسة انك تلعبيها في فترة الحمل هي المشي، وفي نفس الوقت اليوجا بتأثر تأثير إيجابي وبالذات من بداية الشهر السادس.
لو مقررة انك تحملي فيفضل انك تبدأي تاخدي الفوليك اسيد قبل فترة الحمل بوقت كافي تقدر بثلاث شهور تقريبا. لو لسه عارفة انك حامل وما خدتيش قبل كده الفوليك اسيد ابدأي خدي الفوليك اسيد لحد ما تزوري الدكتور. ممكن تكلمي الدكتور في التليفون وتسأليه وتطمني بحيث انك تبدأي الفوليك اسيد وانتي مطمنة. غالبا هتحتاجي كمان تاخدي مالتي فيتامين عشان تأثر على جسمك بشكل ايجابي اثناء فترة نمو جنينك. الفوليك أسيد مهم لجنينك في تكوين العمود الفقري وكمان بيحميه من أي إعاقات خاصة بالعمود الفقري، عشان كده مهم إنك تهتمي بيه في أول 3 شهور ودي أول فترة في تكون الجنين جوه رحمك. في بعض الأكلات هتلاقي نفسك ممنوعة منها شوية زي مثلا التمر، المفروض ما تاخديش أكتر من 3 حبات تمر في اليوم الواحد، وزي كمان الأناناس يفضل ما تاخديهوش في أول فترة الحمل، وبعدي خالص عن مشروبات أو مأكولات القرفة اللي فيها كميات كبيرة. أما بقى للزوج فخليك متعاون وياريت تروح تزور الدكتور مع زوجتك في أول فترة الحمل، لأن ده بيأثر على نفسيتها بالإيجاب وهيرتبط معاكم كمان ذكريات حلوة بقدوم المولود الجديد. اهتم انك بتاخدي الفيتامينات بتاعتك زي ما الدكتور او الدكتورة كتبهم لك، لان دولت مهمين جدا لجسمك وهيأثروا عليكي قدام، فانك تهتمي بغذائك المتوازن زائد الرياضة زائد الفيتامينات دوت هيشكل لجسمك مناعة كويسة ويخلي جسمك كمان يدي الجسم البيبي كل العناصر اللي هو محتاجها بأريحية من غير ما يأثر بعد كده على اسنانك او على سقوط شعرك او حتى على شكل وشحوب بشرتك. بلاش الصبغات في اول 3 شهور في عمر تكوين البيبي لانها ممكن تأثر لا قدر الله لو فضلت فترة طويلة موجودة على الشعر على البيبي التأثير سلبي، فبلاش اول فترة 3 شهور، ممكن بعد كده تستشيري الدكتور قبل ما تعملي اي نوع من انواع الصبغات او المواد الكيميائية اللي بتستخدميها على جسمك. كل فترة ايجابية في الحمل بتأثر بشكل ايجابي بعد كده على الفترة اللي بعدها، فلو اهتميتي بنفسك في اول 3 شهور هتلاقي نفسك بعد كده بقيتي احسن. استحملي شوية وان شاء الله فترات الحمل اللي جاية تبقى فترات احسن وصحتك فيها تبقى افضل ونفسيتك تبقى في العالي.